مساء الأمل، مساء التفاؤل، مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين برنامج بدون سابق إنذار. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة طبعا أحب أرحب بزميلتي بسمة بكري اللي بتقدم معايا فقرتنا النهاردة. أهلا بيك يا بسمة. أهلا بيك يا ندى وأهلا بالسادة المشاهدين. حلقتنا النهاردة من العيار التقيل قوي زي ما وعدناكم أن دايما هتلاقونا مختلفين. انتشر طبعا في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده يا بسمه، انتشر طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت دي موضوع مهم جدا جدا، وطبعا كلنا عارفين سمعنا عنه طبعا، وعارفين الموضوع ده هو عن زواج التجربه. احنا لاحظنا في الفتره الاخيره في المجتمع المصري ارتفاع كبير جدا جدا في زياده حالات الطلاق، وكانت اصبحت بتتعدى اليوم الواحد اكثر من 2500 حاله، ووصل عدد المطلقات في مصر من 7 ل 8 ملايين مطلقه، وده طبعا على يد مأذون بحسب احصائيه مركز التعبئه والاحصاء. فاحنا عاوزين نعرف دلوقتي، هل زواج التجربه ده جه عشان يحل المشكله دي ولا يزودها؟ مظبوط يا ندى، ولكن خلينا نرحب بالاستاذ وائل صابر، مستشار قانوني ومأذون شرعي. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. هل زواج التجربه ده جه يحل مشكله زياده عدد حالات الطلاق ولا يزودها يا استاذ وائل؟ الاول برحب بالساده المشاهدين وبرحب بكل فريق عمل قناه الصحه والجمال، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه احنا في ايام الحرم في شهر في العاشر من شهر رجب المحرم، عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ابدا كلامي الاول، الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بقدر حبك فيه وبجاهه وفقنا فيما نحن فيه. طبعا احنا كلنا مسلمين وكلنا موحدين بالله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدامنا الطريق السليم والمنهج السليم من الكتاب والسنة، شرع الله لنا الزواج لمقاصد إسلامية وغايات شريفة وأغراض كريمة، منها التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. أنا الخلاصة في حلقة اليوم، لو إحنا قلنا أي عقد بيتعمل ما بين شخصين أو ما بين شخص ومؤسسة بيبقى له توقيت، عقد شراكة في شركة، عقد إيجار سيارة، عقد إيجار مسكن، فازاي شرع ربنا وسنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنعملها بوقت، نعملها بوقت بعد عقد الزواج اذا اشترط فيه توقيت وخلى من الديمومه واستبقاء النسل فهو حرام وعقد باطل. بالظبط اكيد. طيب للتذكره بس يا استاذ وائل، نوضح مين اللي اقر بعقد الزواج تجربه وقال ايه عنه؟ طبعا المحامي، وطبعا عشان احنا على شاشه فضائيه محترمه تمام. هو محامي بيجتهد بيكتب عقد، بيفكر ان هو مع احترام لكل الساده المحامين وقامات المحاماه في مصر وشيوخ المحاماه المحترمين وعباقره المحامين. محامي مثلا اتحط في موقف اكتب لنا عقد بيتعرض علينا احنا كصفه مأذون شرعيين بنأدي رسالتنا ومهمتنا ووظيفتنا بامانه وشرف واستقلال. اي موظف، اي زميل، اي زميل يعني في العمل مع زميلته عايزين نكتب عقد يا مولانا، اقول له اكتب لك عقد ايه؟ العقد عندي عقد في دفتر، عقد شرعي على كتاب الله وعلى سنه سيدنا الرسول. مش اللي هو بقى بعد ثلاث سنين او لما حد تجرب الاول وبعدين انت رايح تشتري. لا ده هو المحامي اللي كتب ده، احنا يعني ايه يعتبر مصر كلها سمعت عنده الترندات شغاله عليه الله ينور تمام. واحنا خدنا موقف السوشيال كله، احنا عموما اتشهر جدا كنقابه مأذين ولجنه نقابيه وجمعيه المأذين بكل شيوخ المأذين الكبار واللجنه القانونيه، خدنا موقف طبعا ضد الكلام ده وقدمنا بلاغ للنائب العام. طب انت حال صفه الغير، اثاره البلبله في الشارع العام، وعايز اقول يعني ايه ده بيلعب بالكتاب والسنه. هو اقر بعقد زواج التجربه لمنع الزوجين من الطلاق، وشدد على ان الاسم ملوش اي علاقه بالمضمون، بل هو اصلا يعني كتسويق. هي دي حضرتك شغلته؟ دي رسالته؟ هو ازاي بيشدد، هو ازاي بيشدد ويحدد ده زوجين؟ هو بصراحه الاسم ملفت، بس الحقيقه اللي هو مفيش حاجه اسمها كده اصلا. مفيش حاجه يعني مفيش حاجه اسمها زواج تجربه. ايه يعني هتروح تجربها مثلا وتيجي ده؟ لا لو عمل ايه يا جماعه؟ لا مش عربيه ده، يعني الانثى ربنا سبحانه وتعالى كرمها بالنكاح الشرعي على كتاب الله وعلى سنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنكاح الشرعي اللي هو الزواج الشرعي طبعا له اركانه وله شروطه، لو خلى شرط او ركن من اركانه عقد زواج باطل، مش زواج ده لعب. ان هو كان بيحدد له مده او متعه، دخل كده في زواج المتعه، كان بيحدد له مده زي الجواز العرف
المده ده الزواج العرفي ده موال تاني ده مشكله تانيه وده طريق تاني. اذا كان الزواج العرفي الشرع او اتكتب العقد العرفي ده على ايد مسؤول مثلا او على ايد زي ما قلنا ايا كان صفه ما يعني زي ما قلنا شيخ او استاذ او شيخ زاويه او أيوة. او حتى استاذ متعلم المهم اتعامل اركان الشروط والاركان الزواج الفعليه للزواج الشرعي بالعقد العرفي يعني محايله على القانون او لف ودوران حول القانون عشان سنها ما اكملش او ما اكتملتش ال 18 سنه اللي هو السن القانوني في لائحه الايه؟ الزوج والزوجه في لائحه الزواج للزوج والزوجه اكيد قانوني بالنسبه للائحه الايه؟ المأذين 18 سنه كان قبل كده 16 من كثرة حالات الطلاق والمشاكل الاسريه ف تشريع والقانون السن الصغير دوت بيبقى جوازكم بيعملوا ايه طبعا كل ده مشاكل أيوة العقد العرفي ده موال تاني بس العقد العرفي اخذ مشروعيته باركان الزواج اللي هو الاشهار والايجاب والقبول والاشهار والولي والولي وعلى ايد كاتب عدل ان هو اتكتب فيه شروط ما بينهم بس هو ما فيش وثيقه رسميه ده عقد عرفي لكن العقد اللي هو بتاع التجارب بتاع اللعب بتاع الكلام الفاضي ده اللي حصل ده واحنا ما سكتناش عنه طبعا واللي حضرتك قدمنا اللازم قانونا ده عقد متعه ده عقد تجارب بالزبط. ايام الجاهليه كان الكلام ده ايام الجاهليه كان الكلام ده ونهى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر عن زواج المتعه يعني هو طلع قال ان الزواج التجربه ده احنا هندرس فيه وهنعمل فيه عشان انه يتحقق فعلا بس بالفعل وعمل العقد وعمل عقد وحط اكله شيخ ختمه تمام وشهر عقد نزله ترند بقى على الفيسبوك بقى يعني راجل بيعمل كده دعايه لنفسه ده انا بعمل عقد زواج طبعا ده في مسؤوليه غلط كبير جدا وطبعا هو لو كان يعلم كده ويعلم مسؤوليته ما كانش عمل ده عقد شرعي رباط مقدس ازاي انت بتتدخل فيه حتى لو انت بتكتبه كان كتبه لبنت لو قاصره اللي هو مرحله ثانيه من العقود فوق ال 18 سنه لا هي تحت ال 21 هي تحت ال 21 قاصره قانونا لكن في الزواج تحت ال 18 قاصره لن تتزوج بايه وثيقه رسميه يعني لو هو حط نفسه في مكان زي كده بيعمل عادي ماشي انما انت بتعمل عادي بتحدده مده ده عادي متعه عادي تجربه خلى من شرع الله وسنه سيدنا رسول الله فطبعا هو كده ايه مخالف للكتاب والسنه طب هل يا استاذ وائل زواج التجربه يتطابق مع زواج المتعه في الشروط هو نفس الهدف اللي بيسوري في اللفظ اللي بيأجر عربيه يتفسح بها يومين ولا حاجه طب ده هيقول له انا هتجوزها شهر هتجوزها سنه هيتفق معاه ان احنا هنصيف واحنا متجوزين هنطلع نقضي ويك اند واحنا متجوزين طبعا ده كله كلام باطل وكلام حرام بس طلع الشيخ خالد الجندي وقال رايه طبعا الشيخ خالد الجندي ده هو من علماء الازهر الشريف وقال عنه اتفاق بين زوجين ملناش علاقه بيه وطالما الاتفاق لا يخالف الشرع ولكنه كلمه زواج تجربه تعد كلمه مهينه والزواج هو عقد من اهم العقود الشرعيه يجب ان يخضع للكتاب والسنه بطريقه المجتمع اللي اتفق عليه صلى على رسول الله مع احترام القامة والدكتور خالد واجتهاد بعض الدكاترة الأفاضل جميع الأئمة ويعني قاعدة عامة لكل الأئمة اللي هو بيجتهد في حاجة ابعد عن اللعب النار انت كده بتلعب بالكتاب والسنة طب أستاذ وائل انت بتحدد لي مدة في عقد شرعي انا بقول عقد شرعي بتحدد لي مدة ليه واستبقاء الناس لده انت تعمل فيه ايه طيب هناخد من وقت بعد السنه ولا اللي عندي مش عيالي معانا مداخله تليفونيه فضل بس فضل. الحاجه فاطمه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي ايوه يا بنتي بقول لك لو سمحت هو موضوع الحلقه عن ايه عن زواج التجربه ماشي اصل انا عندي عندك مشكله في ايه لا عارف طيب تمام شكرا شكرا حاجه فاطمه تمام كمل استاذ وائل اما نقول سعادتك الزوجيه دي سنه من سنن الله في الارض وفي الخلق وفي التكوين سنه من سنن الله في الارض لها دي قاعده عامه مطرده لا يشز عنها عالم الانسان ولا عزكم الله عالم الحيوان ولا عالم النبات كما قال الحق تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى وقال تزوجوا الودود الولود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه أدي الكتاب والسنة أما يكون الزواج آية من آيات الله في كتاب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طب ما فيش كلام خلاص كده أنت مع احترام في اللفظ أنت بتجادل في إيه
انت بتجادل في ده بكتاب الله وسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواك شرع سنه رباط مقدس سنه الحياه تبعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالامه المحمديه يوم القيامه. اتفضل معانا مداخله تليفونيه. ام مصطفى الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بسلم عليك وعلى سيادة المستشار، وكنت عايزه اقول له حضرتك احنا طبعا سيادة المستشار عارفين ان الاجتهاد مع النص طبعا. ايه دور نقابه المأذونين الشرعي، ايه دورهم في المأذون اللي هو كتب كده؟ ايه عمل ايه ممكن ده بيشطب مثلا من النقابه؟ قلت ساعات لا هو مش مأذون ساعات والامثال، هو مش ده مش مأذون، هو مش مأذون، هو استاذ محامي. لكن قلنا لصنف المحامين ومهنة المحامين كلهم مقيد، مش مقيد في النقابه مثلا، في النقابه يعني المحامي حضرتك ده مش مأذون، مش هو مأذون شرعي؟ لا مش مأذون، هو مش مأذون، مش مأذون. امال بياخد عقد قران بناء على ايه؟ بيكتب عقد كوثيقه، بيكتبها كعقد، بيكتبه زي عقد الاعراض، زي عقد عرفي مثلا. هو كان معتمد ان هو بيكتب كانه بيكتب عقد عرفي، بس هو يعني ده يعتبر عقد عرفي مش عقد زواج شرعي. طبعا ده مش مشهر يعني، طبعا مش في الدفتر بتاع المأذون ومشهر وما دخلش. ولا هو مسموح له بكده، هو بيكتب عقد. طب خلاص، طب احنا بنجادل في ايه طالما ده عقد عرفي؟ انا فاكره ان هو راجل مأذون ومقيد. لا 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 لا، ما عندناش مأذون يعمل كده يا ست الكل، ما عندناش مأذون يعمل كده. استاذ المأذون قصد حضرتك هو استفاد ايه لما عمل كده؟ تمام، هو شوه الاسلام وشوه ايه؟ احنا جعل الاسلام تجارب يعني انسان. انا فاكره مأذون، قلت ايه؟ لا لا لا، انا اطمن سعادتك كل قامه المأذين واللجنه القانونيه في اللجنه القانونيه في نقابه المأذين وفي الجمعية، عملنا اجتماع قبل كده بقامة ومعانا سادة زملاء أعضاء مجلس الشعب. شكرا لحضرتك أم مصطفى. وقام السيد النقيب إسلام بعمر وقدم البلاغ للسيد النائب العام، وقلت سعادتك ليه هو متسبب البلاغ على أن ده بلبلة في الشارع العام وإساءة للمهنة وانتحال صفة الغير وعايز يعمل شهر. طب وده شهره، بس هو مش فاهم الشهره ليه. تسويق طبعا. لازم يعمل اي حاجه عشان يبقى هو بيه. هو ضيع نفسه أكيد. وشهر نفسه بحاجه غلط وكده بيعرض نفسه للمسؤوليه. بالظبط. طب دلوقتي هل يجوز التلاعب في شروط الزواج، وهل هذا يعتبر زواج صحيح؟ انا قلت في الاول وبلخص لحضرتك، يعني وضع الله لنا سبحانه وتعالى النظام الملائم للانسان، فطره الله التي فطر الناس عليها، غريزه. ومن كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، زوج وزوجه. انتاج الزواج ونتاج الزواج والزوجيه الرباط المقدس في ذريه، في نسل، بقاء للامه. النسل ده لو بعقد لمده معينه، ده شرع الله لنا الطلاق اذا استحلت العشر. الطلاق قبض الحال عند الله الطلاق، ولكن الطلاق شرع الله لنا الطلاق بالكتاب وبالسنه والخلع. تمام. انما انا هعمل عقد، انا بعمل عقد يخلو من الديمومه، يعني انا مش عايزها طول العمر معايا. ده كان الزواج الميسار والشغار وكان نكاح الخدن، وكان كل ده ايام الجاهليه. كل ده اتطور مع الشريعه الاسلاميه، مع الكتاب والسنه، مع الدستور والقانون، مع محكمه الاسره، هي بالكتاب والسنه طور فيه في وثيقه. زمان لما واحد يقول لي طب يا مولانا ما كانش في كتب كتاب ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعقد ولا مأذون؟ كان قاضي الاسره ماشي ايام الملك هو اللي بيعقد القاضي عشان يقعد يكتب عقد ويصدق عليه ويمضي عليه. طب القاضي هيكتب لمين ولا لمين؟ الناس هتقعد تستنى بقى شهور وسنين عبال ما يجي دوره في المحاكم. اكيد. اتفرغ المأذون او اتعين المأذون من قبل محكمه الاسره مكان القاضي الشرعي عشان يعقد باذن من الولي او الحاكم اللي هو رئيس محكمه الاسره. تمام. اتفضل يا حضرتك. طيب عاوزين نعرف برضو شكل صوره زواج التجربه. زواج التجربه اللي انت بتقول عليه او زواج المتعه سعادتك، هو الهدف واحد والاتجاه واحد، طريق واحد، هو بتاع وقت ومتعه، وقت ومتعه. انا قلت لحضرتك مثلتها تمثيل بسيط جدا يعني وتشبيه بسيط. طيب معانا مداخله وهنرجع نشوف الشكل. معانا مداخله تليفونيه، باشمهندس محمود لطفي. الو. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ انا برحب باستاذه ندى واستاذه بسمه ومستشار وائل. ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ منور بك يا باشمهندس، شرفنا بيك. حبيبي حضرتك، انا بس احب اهني استاذه ندى بخطوبتها وبتمنى لها زفاف سعيد. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس، عقبال مفرح بيك يا رب.
يا رب ان شاء الله. ونكتب لها كمان نكتب لها ونكتب لها كتابها ان شاء الله ان شاء الله ونجامل العريس كمان معانا استاذ وائل اهو. طيب يا رب ان شاء الله. ايه رايك في الموضوع النهارده؟ النهارده موضوع حضرتك هو اصلا بدأ عباره عن مبادره من محامي بدون ذكر اسمه طبعا. هو كان للحد من الطلاق مش اكتر، هو عايز يحد عشان في احصائيه بتقول ان من كل 100 حاله زواج في 24 بيتطلقوا. مش شغلته يا باشمهندس، دي مش شغلته ومش مبادره. انا ما بعملش مبادره حياه كريمه ولا بطور في طبعا استاذ وائل، انا مع حضرتك في كل كلام حضرتك قلت، كل كلام صح، كل حاجه حضرتك صح. تمام. ايوه هو بياكد يعني الكلام. طب احنا لو سالنا كمتزوج لو سالنا المحامي اللي كان عامل المبادره انت متزوج، ممكن هتلاقيه مش متزوج. بالظبط، ما هو اصلا مش متزوج. ده اكيد يعني مش اعتقد الكلام ده، لانه متزوج اعرف ان هو راح. طيب يا باشمهندس انت مع ولا ضد الفكره دي؟ طبعا ضد الفكره دي عشان الازهر حرمها، فاكيد هي ضدها. تمام يا باشمهندس. شكرا لمداخلتك الجميله دي. شرفنا بيك يا باشمهندس وجزاك الله خير. طيب تعرفوا زواج التجربه بدا فين؟ نكمل الاول يا استاذ وائل بقى، نكمل صور شكل في السوشيال ميديا على الفيسبوك، ان كان نزل بقى في منطقه مش عايز اقول يعني منطقه نائيه ولا كذا. ماشي، يمكن تكون، ما يمكن الراجل المحترم ده يكون عملها الناس سواقين يعني، هو بدا في مصر طبعا توك توك ولا ناس محترمه من اللي هي بيحاول ايه يستسهل يعني مشوار وخلاص. يتم اركان العقد ولكن يضاف اليه شروط، وهو ان يتم الطلاق اذا لم يرض احدهما بالاخر، بمعنى انهم بيجربوا نجاح الزواج ده. احنا قلنا حضرتك بالظبط شرع الله لنا الزواج لمقاصد انسانيه، هاتي لي المقصد والغرض والنيه للشاب والشابه التي تقبل يعني عليها الزواج. الزواج ده باطل ده. عشان كده عشان الزواج باطل وحرام. ركن من اهم بالظبط. ايوه استاذه باطل وحرام. باطل وحرام. معانا مداخله تليفونيه استاذ ربيع. الو. ايوه مع حضرتك. مع حضرتك يا فندم زغير. اتفضل. ايوه اكلم الشيخ بس حضرتك. اتفضل يا باشا. ربنا يبارك فيكم. انتوا على ثغر من ثغور الاسلام وانا بشكركم. جزاك الله خير. لان الموضوع فعلا جزاكم خيرا يعني حضرة المسجد راجل فاهم وانا بشكره. الله يفتح عليك. لان هو بيدافع عن شرع من شروع الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله طبعا خير. احنا مسلمين وطبعا احنا بنتشرف بالشريعه بتاعتنا الغراء، الشريعه الاسلاميه الغراء. فطبعا شكرا جدا لحضرتك. ما ينفعش ان احنا نفقد شرع من مشروعيه الزواج ده بالشرط بقى من الشروط اللي هو الاشاره. هو ما انا بقول له لو حد جالك من الموظفين يا استاذ يا محترم اللي كتبت العقد تمام وحطيت الاكليشيه بتاعك واتشهرت باسمك المبارك الطيب ده اللي شرفنا انت دلوقتي، لو جالك حد قال لك مع احترامي في اللفظ احنا بنعمل عقد لشهر ولا شهرين، هتاخد منه فلوس واتعاب وتستحل اللقمه اللي تاكلها من العقد اللي انت بتعمله ده، ده انت كان اكرم لك تقول له لو سمحت. طب روح اسال مأذون، واللي المأذون هيقول انا اكتبه. هو عمل كده مش شغلتك. هو ما عملش، هو عمل كده، هو عمله شهر بالظبط. ما هو عمل كده الشهرة بس، شهر بالاكليشيه، شهر بورقه مكتوبه يعني، معلش كانت سلاح ضده. اتفضلي. معانا مداخله برضو. اتفضلي. معانا مداخله. السلام عليكم. استاذه نوره. الو. الو. عليكم السلام. اتفضلي. والله انا عجبني يعني فكره البرنامج فعلا، وفكره جميله. وعامه انا كلمه زواج التجربه بحسها اهانه للست بكل معنى الكلمه. ربنا انا حابه اقول حاجه، احنا هنا في اسوان، انا عامه من اسوان. ممكن تعلي الصوت بس شويه؟ تعلي الصوت بس. احنا من اسوان يعني بنجري السنه. تمام بنجري السنه بالفعل، بس بتكون مكتمله كامله اركان الشرع مع الاشهار مع وجود الاهل والاقارب الناس كلها تعرف. تمام كده؟ طبعا. فدايما معظم الناس بتختلط في الامر ان جواز اجريه السنه بيشبه العرفي، وده خطا كبير فعلا يعني. انا كثير سمعت انه بيخلطوا بين الامرين. بالظبط. وده انا حابه اوضحه جدا، لان احنا هنا في اسوان لغايه دلوقتي في جرايه سنه فعلا، بس هو ده بيبقى جواز مكتمل جدا تمام. اما فكره ان جواز التجربه والحاجات دي في ناس مخدها زي الموضه، ده للاسف بيهين الست كل معنى الكلمة حقيقة، وده ما يمدش للإسلام بأي طريقة ولا بأي معنى ولا بأي شكل. فحرام إن كل واحد يطلع بفكرة وتأذوا بيأذي عقول الناس. حرام والله فعلا. هو بيعمل كده أصلا عشان يكسب الشهرة مش أكتر. أيوه عشان الشهر. ما هو ده بيأذي مجتمعنا، إحنا مجتمع إسلامي
فحرام ان نحن ناذي عقول شبابنا واطفالنا وبناتنا بالكلام ده. شكرا لحضرتك استاذه نوره، شكرا لحضرتك. انا بقول للمدام ما تزعليش، طبعا كل النساء والانسات والشابات المسلمات او الحرائر والمراه المصريه عموما، ولسه كان في موقف يعني نقول تعرض ليه الاعلامي مشهور الله يعينه بقى والله يصلح حاله بالظبط بقى من غير، فاحنا ما حدش يقدر يسيء ولا يصور المراه المسلمه، مش المراه المصريه، المراه المسلمه عامه في اي شكل من اشكال لا تليق بها كمراه مسلمه. سعادتك لما نقول ان الزواج عباده والزواج اكمال نصف دين، فمن اعانه كما قال حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن اعانه الله على اكمال نصف دينه رزقه الله بالزوجه الصالحه. ايتها الزوجه الصالحه التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي اذا نظرت اليها اسرتك، والتي اذا امرتها اطعتك، والتي اذا اقسمت عليها ابرتك، والتي اذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها وعرضها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة مكرمة، والمرأة المسلمة والمرأة المصرية عامة هي تحت إدارة محكمة الأسرة في حقوقها وفي واجباتها، وهي لو أثرت مع الزوج، الزوج برضو بياخد الاتجاه القانوني ضدها في المحكمة، وبيرجعوا حبايب 24 مع بعض. تمام، طالما هم احتكموا القانون اللي هو مستمد من الشرع الإسلامي، يعني قانون محكمة الأسرة في مصر، حتى لو كان الراجل او الزوج بيحاول ان هو يقول ان هي المحكمه في صفها واللي هو انت وانت جاي تخطبها كنت متفق معاهم ان انا ما زعلها ما تروحش المحكمه؟ هو انت ما كنت بتخطبها وكنت معلش في اللفظ بتنعم الارض مشاوير ورايح جاي على عروستك وعلى خطيبتك بنت الناس اللي انت ايه يعني لفيت عليها ودورت عليها معلش، ولسه الاستاذه بتقول بسم الله ما شاء الله مكرمه ومخطوبه هي عروستنا. والله كنت انت تقدر تقول طب ان شاء الله اما زعلك ما تروحش المحكمه؟ لا، انت بتقول ده انت نور عينين، ده انت نور عينيا، ده انت القلب من جوه، وقعد توضح لها وقعد تهديها وقعد تبين لها الحياه الجميله العسليه. طب كمل للاخر بقى، ده انت لما ربنا يعني كرم المراه وقال الزواج اكمال نصف دين، يعني انت بتضرع نصك التاني، هتجيب نصك التاني وتبهدله معاك ليه يا عم؟ مش عايزين نصك نقاط. بتقول ان هو بيعيشها بقى فتره الخطوبه خروجات، هي بقى هي تكون هي بقى تكون بقى ايه شاطره، وربنا يرزقك بالزوج الصالح وتكوني له الزوجه الصالحه. هو بقى معلش هي تكون لها اختباراتها، وهي طبعا زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فاظفر بذات الدين تربت يداك، انت تختاريه على الخلق وعلى الالتزام طبعا وعلى طبعاً الشخصيه وعلى الاحترام وعلى السمعه الطيبه، وبعد الاستخاره ده طبعا نصيبك وربنا ايه يسعدك ان شاء الله. طب دلوقتي اصلا لو واحد مثلا رايح يتقدم لواحده وهي ما تعرفش اللي هو الجواز تجارب، هتعرف تجارب ازاي؟ الله يسامحه، هو ربنا مش هيوفقها، ربنا مش هيوفقه ان شاء الله، ويقع في واحده ملتزمه وواحده متدينه وواحده بتقيم الاسلام ومتمسكه بالكتاب والسنه، عشان ايه معلش يعني الطيبون للطيبات ان شاء الله، ما فيش حد يقع في حد ولا مجرب ولا مش مجرب. طب اخيرا ممكن حضرتك تفرق لنا ما بين زواج القاصرات وزواج المتعه وزواج التجربه والزواج الشرعي السليم الصحيح؟ طبعا انتوا شكلكم مستعجلين، واحنا الحمد لله يعني ايه بنبقى مقصدنا ان احنا نطلع على منصه اعلاميه زي كده نوضح للامهات وللانسات اللي بيتقدم لهم الشباب للخطبه. الزواج احنا قلنا الزواج في الاسلام عقد مبارك بين الرجل والمراه، تمام؟ اكيد. يجعل أو يحل له كل منهم للآخر بآيات الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الزواج آية من آيات الله العظمى. إذا كان الزواج عبادة، الصلاة والزكاة والصوم عبادة. لو الزوج أو الآنسة اللي بتتخطب فكرت إن هي داخلة على عبادة، وعبادة كل ثواب فيها، بتقدم له شربة مية بتاخد ثواب، بتنظف له بيته، بتهندم له ملابسه، بتقضي له واجباته الشرعيه والواجبات العامه في المنزل، أكيد. ماشي، حفاظها على بيته وعلى اساسه وعلى اسراره وعلى جيبه وعلى كل حاجه طبعا. دي عباده. فانا حضرتك عايز اوضح الزواج
طريق واحد ومنهج واحد سليم على الكتاب وعلى السنه. زواج القاصرات، القاصره قلنا اللي هي بتحط اقل من ال 18 سنه. اقل من ال 18 استاذ وائل، استاذه قالت قبل كده، معلش الاستاذه قالت قبل كده، هي احنا بنعمل كل حاجه في اسوان او كده، احنا في القرى اللي هي مهبط الاديان والعبادات، الناس المتمسكه بالكتاب والسنه لما تكون بنتهم وراها عروسه ولا اتنين وثلاثه ومش عايز يعطل بقى اللي بعدها ويجي على نفسه شويه ويعمل عقد ويختار راجل محترم يكتب له عقد ويطلع على المسجد يشهر او يشهره في مجلس والناس تندعي الوليمه، ركن الاشهار بموافقه والدها اللي مجهزه بكد وتعب ماشي، وهي عايزاه وهو عايزها، ايجابه وقبوله واشهاره ولي ومهر. بعد ما تتم ال 18 بيتعمل لها التصادق اللي الدوله والمحكمه سمحت بيه بدفتر التصادق. أيوة. على زوج، معناتها ان انا ما بروجش او يعني اشجع على كده، لا هي لظروف ما، ظروف ما تمام، والده تعبان ما فيش حد بيخدمه، والدته تعبانه، خطيبها من فتره وهم قرايب وخلاص زيتنا في دقيقنا بقى وايه وهنتجوز ماشي. احنا جواز القاصرات اصلا مشهور، كان مشهور جدا في الصعيد، هو عشان البنت تمت 18 سنه خلاص يبقى كده عشان حضرتك برضو استاذ وائل اتكلم في الموضوع ده في اول الحلقه، انا وضحته في خلاصه بقول عشان وقتكم وقت البرنامج. بنشكر طبعا الوقت افزنا، بنشكر حضرتك جدا على طول كده مع العالمين طبعا، افدتنا النهارده جدا جدا، واعتقد كده الصوره وضحت للساده المشاهدين. استنونا فقره تانية هنطلع فاصل نختم كده اليوم، نختم اليوم صلى على رسول الله. توجه رساله اللي يزوج، رساله لكل اولياء الامور الافاضل وكل الامهات وكل الانسات البنات التي او اللي بيتخطبوا الايام دي او اللي بيجي لهم العريس، انت فكري في صاحب الدين وصاحب الخلق، ومفيش حاجة في القانون اسمها زواج تجربة، مفيش حاجة اسمها في الشرع زواج تجربة ولا في السنة، واحنا الانسان المسلم او المسلمة ربنا كرمها وشرع لنا الزواج بمقاصد ومنهج وغرض، وربنا يسعد بناتنا وبنات المسلمين ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. شكرا لك يا استاذ وائل، ونورتنا النهارده. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.